ملحمة البناء في عمر الزمان قادها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، فكان لها دور فاعل في بناء دولة عظيمة، ومن بعده كان استرشاد أهم الوزارات فاعلية لتنفيذ أوامر المقام السامي. كل ذلك له علاقة رئيسية بالنجاح الدائم لدور المملكة المركزي بكل ما آلت إليه النتائج، مروراً بما وصلت إليه البلاد كأكبر اقتصاد في المنطقة العربية، لتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 11 من حيث سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية، وليصنفها البنك الدولي في المرتبة 21 عالمياً من حيث التنافسية الاقتصادية. إنه تتويج شعب أحب قائداً عظيماً. المحرك الرئيسي للمنجزات التنموية العملاقة خاصة في مجال العمران، ليعم الخير على الجميع في كل القطاعات، حيث شارك فيها الجميع في مدة زمنية قياسية، بل وامتازت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما يضعها في رقم جديد على خريطة دول العالم. السادس والعشرون من جماد الآخرة عام 1426 للهجرة، الموافق للأول من أغسطس عام 2005 للميلاد، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله حجر الأساس. هموم شعبه نصب عينيه، قراراته كانت نافذة، أوامره مصلحة أبناء شعبه. أيده الله بسبل الحكمة فأحاطه الشعب بكل مشاعر الحب والولاء، محملاً باللفتات الإنسانية، فكان دائم السبق بخطط التنمية الشاملة. شغله الشاغل رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وزيادة مشاريع العمران. تدارس أحوال الأمة الإسلامية ليعلوه قرار التوسعة الكبرى، أكبر توسعة للحرم المكي الشريف في التاريخ. طيبة، الأرض الطيبة كان لها نصيب كبير من مشاريع التوسعة، لم تقتصر فقط على توسعة ساحات الحرم النبوي الشريف والمظلات، بل شملت أيضاً أمره بتحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز إلى مطار دولي. مشاريع الخير والنماء والعمران امتدت إلى المدينة الجامعية بجامعة طيبة ومستشفى الحرس الوطني ومدينة الملك عبد الله الطبية. خطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة، فوجه حفظه الله نسبة كبيرة من عائدات المملكة لاستمرار قطار التعليم، فتضاعف عدد جامعات المملكة من 8 جامعات إلى أكثر من 20 جامعة، وعدد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. جامعة الأميرة نورة أكبر صرح تعليمي نسائي، تحققت لشعب المملكة إنجازات منافسة لأكبر البلدان في العالم في قطاع الاقتصاد. أمره بتدشين جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية، وعلى رأسها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، مدينة جازان الاقتصادية، مروراً بالمدينة المنورة لإنشاء مدينة المعرفة الاقتصادية.
المشاعر المقدسة، مسؤولياته لرعايتها لا تنتهي. أرض أحبته فاهتم بتطوير مرافقها، وبأمره السامي والهدف تدشين أكبر توسعة لمشروع الجمارات. تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن قرب زاد من حجم مشاريع العمران في القطاعات التي تخدم الوطن والمواطنين. الإسكان الشعبي في مناطق المملكة يتم وفق خطط مدروسة بعناية فائقة لدعم الوطن والمواطنين. مشاريع العمران والتنمية في المنطقة الشرقية حظيت باهتمام كبير ومتنامي. المزيد على امتداد الوطن في قطاع الصحة، مستشفى ومدينة و وتسعى خطة التنمية الخمسية للسنوات القادمة إلى تنفيذ حزمة أضخم من المشروعات الكبرى في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير مستدام يوفر الرخاء. رافد مهم ينطلق من خلاله قطار مشاريع التنمية بجهود حثيثة متواصلة تبنتها الجمعية السعودية للعلوم والعمران، ليتم تنفيذ المشروعات العملاقة في جميع الميادين بالشفافية الكاملة ونزاهة في آلية الترسيات وبمصداقية وعدالة لجميع المقاولين الوطنيين، بحيث تعود منافعها لجميع القطاعات من دون تمييز، وتشارك في اعتماد العطاءات لجان تمثل مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، يشارك فيها ممثلون عن مختلف مؤسسات المقاولات ومجلس الغرف السعودي ورجال الأعمال العاملون بهذا القطاع. هؤلاء أبناؤك ورجالك لم يغفل يوما عن أمن الوطن، إذ دائما ما حظي باهتمامه يحفظه الله. باتت الدولة آمنة مطمئنة بسواعد أبنائها. قوات الدفاع بكل قطاعاتها سخرت كل إمكاناتها حامية لتراب الوطن وسمائه. عبد الله بن عبد العزيز هو قصة ملك ومملكة، شغله الشاغل تنمية المجتمعات العمرانية وتطويرها عبر وسائل الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف أشكالها. إنشاء أكبر مركز مالي متطور بمدينة الرياض جاء نتيجة رؤية ثاقبة لحاجة الاقتصاد المحلي لذلك ولزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص. عملاقة المشاريع كان لها نصيب، ففي بادرة رائعة من المقام السامي تم وضع حجر الأساس لخط سكة حديد الشمال الجنوب، لتقدر تكلفة المشروع بعشرين مليار ريال سعودي، ليبلغ طوله 2400 كيلومتر. إن إحياءنا الدائم للمثل والقيم الاجتماعية، خاصة حين ترتكز على عادات وتقاليد نفخر دائما بها، هو الحاضر والمستقبل الذي نحفظه لأجيال تأتي من بعدنا. بل وتتضح الصورة عن قرب عندما نسترشد دائما بالنجاحات التي حققها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بقيادته الراشدة، لإظهار كل ما سبق بكل فخر واعتزاز أمام العالم كله. إنجازات قياسية في عمر الزمن شكلت ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة خطط لها وقادها بمهارة واقتدار الملك. خلف هذا كله
تكمن قدرة عجيبة وصلت بالدولة السعودية بدفة الأمان في ظل كل ما مر به العالم من تقلبات حين أثرت سلباً في كل نواحي الحياة. ذلك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قادرة على إنجاح مهامه المستمرة في الخمس سنوات الماضية ولخمس سنوات قادمة. هم على العهد والولاء والوفاء، والجنادرية قادمة كي يقدموا الدليل. إنهم رجال عبد الله. القيادة وعدت وكان لها ما أرادت.